السلام عليكم، كده المشاهدين مزيان بخير؟ كل شيء مزيان الحمد لله. جيت نشارك معكم واحد المخمر كيجي رائع، واحد المخمر ما عاديش نقول لكم عليه حتى تجربوه وردوا عليا الخبر. ان شاء الله غادي نحتاجو واحد الكيلو ديال فورس ممتاز، غادي نحتاجو واحد الشاصيه ديال ارزه خماره مع 7 الغرام، هي غادي نحتاجو واحد البيضة، خلص كلها هي بيضة، ملح، ملح على حسب، كاين اللي كيبغي شوية مسوس، كاين اللي يبغي مالح، كنبغى الملح على حسب الرغبة، عندنا ما نختار فيها. غادي نحتاجو واحد جوج كيسان ديال العنبة ديال الدقيق ديال فينو، هذا اللي كنقولو له حنا فينو. اذا كانوا الاخوات اللي ما عندهمش هاد فينو كتكون ديك السميده رقيقه يدير كاس، يدير جوج، حنا ما دابا هذا فينو حنا عندنا رطب، يعني داك الدواء اللي خرج داكشي. عندي واحد الاخت كتقول لك عندهم شي قريه فيها كيجبره، غادي ندير واحد جوج كيسان. كانت داك السميده رقيقه ما كاينش كندير هذا، ولا كطحنوها تقدروا تطحنوها. غادي ندير واحد جوج كيسان، هنا جوج كيسان ديال العنبة، هادو تقريبا كيهزو لي تمن العنبة كيف كيف. غادي نحتاج واحد هنايا دابا هاد الكاس ديال الزيت، غادي ندير واحد الكاس بحال هكا حدانا، ولا زلافة ولا لي بغيتو مكانش فيها العبار. غادي نقعد دابا أنا غادي ندير 4 المعالق، صافي 4 المعالق بالحساب، ها معلقة، جوج، تلاتة، أربعة. غادي نخليو الكاس مازال بيه، غادي نطيبو بيه مازال، غادي نزيدو حويجات اخرين. غادي نحتاجو واحد الخمارة على حسب الجو، اذا كان الجو سخون، دابا حنا واحد النهار الجو سخون، غادي ندير تقريبا غير معلقة، غادي ندير معلقة، ندير شي شويش حسب نهار الجو سخون ومزروبة باش نطيبو دغيا. ما انا كندير معلقة ما كنزيدش، ميها دافيه تكون دا ما تكونش سخونه بزاف، تكون فيها شويه د البرده باش ما كدهناش العجينه، حيت دابا الحراره ما خصناش نبقاو نديرو الماء سخون، هي يكون دافي شويه. صافي كنبداو في العجينه، غادي نخلطو هادشي كله، غادي نجمعو، المهم غادي نجمعو هادشي، غادي نعجنوه، ما عادش نقصحوها بزاف، وما عادش نخليوها خفيفه شويه شويه بين وبين، من بعد عاد غادي نولي نرجع معكم. المهم احنا دابا غادي نجمعو العجينه ديالنا، وان شاء الله غادي نولي عاوتاني باش نديرو الزبده ان شاء الله. بعد ما جمعنا العجينه ديالنا، المهم هاي ما كتجيش قاصحه بزاف، كنجمع كنعكوها واحد شويه، كنهلكوها نديوها نجيبوها كنهلكوها مزيان هكا بالكف ديال يدنا، كنعجنو واحد شويه، من بعد كترجع لنا بحال هكا كتجيش شويه. من بعد كنجيب واحد معلقه ديال العجينه، واحد المعلقه هي ديال الزبده، غادي نديرها هنايا هكا، وغادي نجيب واحد شويه ديال الزيت، غادي نبقى نهز الزيت، ها هو نبقى نهز الزيت وندير جوج معلقة، ندير هكا نبقى ندخل فيه هذاك الزبده، نزيد ملي تخصني نزيد عاوتاني شويه ديال الزيت حتى كندخل داك الزبده في العجينه. من العجينه انا بغيت نديرها في العجينه، ولكن كاين الاخوات اللي ما عندهمش داك العجينه كيجبروا مشكل، كما بغاو يديروها كيقولوا ما عادش تجينا زعما، يا كيف كيف غير العجينه كتعطيها عاوتاني كتعاون شويه علينا ما كت كيفاش ندخل داك الزبده مزيان، واخا العجينه تقطعنا ما عليهاش، دابا تولي تبارك الله غزاله. كنبقاو نكبكها بصوره هنا، المهم كنحاولوا معاها حتى كت دابا غادي نزيد معلقة جوجة ديال الزبدة،
درجة المطبخ المطبخ وصافيها، ما تكونش جامدة باش تدخلكم دغيا باش طوعكم. غادي ندير واحد المعلقة زيت اخرى عاوتاني، نفس العملية اللي درنا في الاول. يتيقوني راه غادي يجي واحد مخمر غزال وخفيف. الا شفنا العجينه ما كتلصقش، تبارك الله. شوف دير بها كي بغيتي. غادي نزيد واحد المعلقه ديال الزيت. دابا الكويس الزيت اللي درت به غادي درنا في الاول في العجينه، ولينا عجناه مع الزبده، وبه غادي نطيبو ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني غير كويس ما كياخذ لناش الزيت بزاف، ما كيجيش مدهن ملي يدهن بزاف. ولا طريقة العجينة كل واحد كي كيعجن كتبقى ديك الساعة. كتبقاو مع العجينة ان شاء الله حتى كتولي لنا رغوة غزالة غزالة كتر، و تا المخمر ديالها كيجي خفيف. صافي كنديرو هكا نخليوه يطرح لنا ان شاء الله، على ما نجيو نكملو معاكم العمليه الثانيه ان شاء الله. احنا رجعنا بعد ما خلينا العجينه ديالنا طرحت، ما كنبقاوش نلعبوا فيها، كنبقاو نهزوها دابا خلينا هكا كطرح. غادي نجيو غير هكا نهزو غير من هنا غير بشويه، ما نبقاوش نلعبوا فيها باش ما توليش تسقط لنا. كنبقاو عليها بشويه من هنا كنشدو ونشوفو الحجم اللي بغينا، كبارين صغارين داكشي كيبقى لكم نتوما الاختيار. كنشدو بحال هكا، نديرو الحويجات الحجم اللي بغينا حنا. المهم كنشدو واحد شويه ديال الطحين هداك فينو فاش اللي زدنا معاه، بقالنا واحد شويش كنديرو هكا شويه فوق الطاوله ديالنا، نبداو نقرصو هكا. ديما لاحظنا ما يمكن نحضيو ديما نقرصو غير بالكف، علاش الكف؟ باش ما كيخليناش داك السبع لاصقين، باش ملي كيطيبو كيطيبو محمرين وزوينين. غنبقاو نغطسو شويه ديال الزيت من هاد السطح الفوقاني هكا هكا ندهنو. بغيتوهم رقاقين غلاضين اللي بغيتو نتوما، من هالحجم اللي كندير حيت ماشي نخليهم يخرجو بزاف، غادي نزربو عليهم. خدمش طايفين ولا فضلنا ما غادي يجيو بحال الخبز، هادو لا خصهم يجيو هي شويه هكا واحد شويش غير على مجرد ما نسالي. غادي نشعل المقلة ديالنا، هاد البلاصة اللي درت فيها الزيت هكا غادي تجي لتحت هكا، غاتجي من تحت. نعاود عاوتاني ندير شوية ديال هي شوية ماشي بزاف، منغبرهمش بالطحين بزاف. كنقبطو نقرصو هكا صافي، راهم دغيا كيتقرصو. كندهنو واحد شوية ديال الزيت هكا باش كيجيو مزيانين، دهن زويتا. وباش نقول لكم ما كنقرصهمش على المنديل ولا شي حاجه، كندير واحد الميكا هكا تاع الطبخ تاع الكوزينه، كنقبطوه كنشدوه ونفرشوه هنايا ولا شي ميكا عندكم، اي ميكا عندكم قبطوها فرشوها صافي وحطوا عليها هكا حتى كنبقاو مستمرين حتى كنكملوا. صافي هذا التحت اللي كنا حاطينه من التحت هو اللي غادي نديروه الجهه التحتانيه، غادي يجي على الطحين هكا هي شويه ماشي بزاف صافي، غيكون كيبان هكا. نقرصو ملي نقرصو نساليو هكا صافي، نشوفو الحجم اللي بغينا كنشدو نغطسو تاني بشويه الزيت ونديرو شويه هكا صافي. كنشدو نوليو نقلبو العكس، هداك اللي فيه الطحين يرجع لنا من الفوق باش كيجي الوجه ديالها زوين. ايوا ان شاء الله حتى الوقت الطياب احنا معاكم. صافي بما سخنا الفراح ديالنا غادي نجيبو داك الزويته اللي قلت لكم بقات لنا من هذا، كنرشو مقله. المقله كنجهدو شويه البوطه شويه في الاول، من بعد كنقصو العافيه هي كندهنو صافي، مجرد ما كندهنو
شتي باش بقى كنديرهم صغيرين كيجيو زوينين، وفي نفس الوقت المقله ما كان كتهزلنا خير ربي، كنبقاوش نطيبو بالوحده كيجيو كبارين. من بعد عاوتاني كنبقى ندهنو هكا شويه الزيت غير بالشتا غير شويه صافي هكا. ما نخليهم شي خمره بزاف، يلا ملي كان نعجنوهم نقرصو نخليو غير واحد الشويش واحد القصيم هكا شويه وصافي نكمصو نطيبو. صافي شعلوا الفراخ ديالكم المقله ديالكم جهدوا لها وليو نقصو لها عاوتاني وخليو يطيبو على خاطرهم. ندير البوطة شوية ناقصة حيت ملي كيطيبو إلا طابو العافية مجهدة بزاف كيطيبو مخطوفين، كتبقى لنا العجينة من الداخل كتجي بحال معجنة، خصها طيب شوية على خاطرها ضروري. صافي كتبقاو معاها هكا حتى النهاية كطيب إن شاء الله. نحسب من المقلة راه سخنت مزيان صاهي كانت ما صافي كرشهم بزبيته هكا الا خليناهم خمروا عاوتاني بزاف الخمارة بزاف الا خمروا وخا تقولهم عاد يجيو نافخين غلاضين بزاف، ما خصهمش يخمروا بزاف ضروري خصهم غير واحد الشويش غير مجرد ما نقرصوهم نخليوهم نقرصوهم على واحد الميكا هكا ديروا الميكا على البوطاجي ديالكم ولا الطبله قرصوهم عليها وعلى ما تجمعوا تحطوا الطبله البوطات تجهدوا لها تنقصوا شحال الفراخ تاع الفراخ ديالك ويسخون نقصي لكم وسي طيب ما طيبيهمش وهما العافيه تكون مجهده، لا خصك تنقصي لهم باش كيطيبوا على خاطرهم. يعني ما طبقت لك هادو هما راهم كيجيو زوينين والشكل الكبار كي الا بغيتيهم كبارين بغيتيهم صغارين داكشي كيبقى لكم نتوما، حتى انا على حساب هاد المقله عندي كتهزلي 6 صغيورين خصني ندير، درتهم كبارين كيهزو لي 3 ولا 2 وثلاثة ولا 2 كي الا جاو كبارين ماشي كياكلو يخليهم تما ويبقاو يخليوكم داك الشدوقه هكاك، من الاحسن وحده وحده راه كتم. حيت انا مقصر البوطا داكشي علاش كيتعطلو وكتجي تنجي هاد البوطا يطيبو دغيا دغيا غادي يتحمرو هادو ولكن غادي يجيوكم معجنين، خصهم غير شويه هكا العافيه قليله وبقاو طيبو بشويه. دهنو هكا بزبيته ديال واحد الشيته ديال الحلوى هادي البيض ودهنو بيهم، يعني داك كويس الزيت اللي درت بيه عجنت وبيه قرصت ودابا راني كندهن بيهم باش كيجيو محمرين يجيو زوينين بلا ما نديرو داك السكر ولا باش كاين كيدير السكر في الخماره وداك الشيء ما بغيناش نديرو السكر دابا على حساب اللي كاين كيبغي شي حلاوه ولا انا براسي ما كنبغيش حلوين.
طيب كيبقى لكم انتما، راكم عارفين. ملي تيبقى تدوروهم هكا، مازال كتدور اللي كندوروهم باش كيطيب، كطيب على من جهة هكا. الا كانت شي قويقه خارجه ولا شي حاجه درنا شي عيب، لا كنبقاو ندوروها مزيان هكا حتى كان. ما قدرتش تدورها، تدورها غير بهكا بالقلابه وصافي. دابا حنا تولفنا نخدمو بيدينا. هادو أغلبية في رمضان في السحور كيجيو زوين الصراحة. على عيال ما تقدر ديريهم في المجمد، جمعيهم فواحد السوبر هكا ديال البلاستيكه وديريهم في المجمد. عرفتي كتبديهم بحال لي عاد هكا طيبتيهم. باش حنا ما كنبغيش نحرك انا نقيسو صبابعنا في العجينه، لحقاش ملي كنقيسو على الصبابع ديالنا في العجينه ملي كيطيبو كيطيبو داك الصبابع كيبقاو يبانو، ما كتجيناش الخبزه من الاخر. الاحسن بقا دورهم هكا كتبقى مع هكا حتى كطيبو كامل ان شاء الله يتحمروا، وان شاء الله تنوريكم التقديم النهائي ان شاء الله. احنا بعد ما رجعنا طابنا المخمر ديالنا سليناه تبارك الله كيعطي كميه كبيره زعما الصراحه، ولكن هذا درتهم صغيرين يعني تبارك الله كيجي مسمى، كيجي هذا المخمر هذا رائع الصراحه، كيجي من عندي نقول لكم كيجي ناشف وكيجي هائل. عرفتي هي كديرو فمك كيدوب. ايوا وجبناه ونديرو ان شاء الله الشكل النهائي ديال داك الكونفيتور ديال المشمش اللي صاوبنا. هو هذا هو بعد ما برد شتي تبارك الله كي كيجي داير. دابا هذا راه بارد الكونفيتور اللي ان شاء الله تاهو غادي نحطو. راني مصايبه انا وريتكم دابا غادي تشوفوه ملي كان طايب كان شويه عاد تشوفوه شويه جاري، ولكن ها القوام ديالو كيجي داير. هاد البرقوق تا هو هاهو كيجي داير، أنا غير وريتكم دابا الطريقة. حنا هاد النهار كان مخمر هو اللي خصنا أنا الصراحة غير صدقوني والله إلا كيجي رائع رائع. ايوا ان شاء الله مع هاد المربى لي صاوبنا المشمش هذا ان شاء الله الكمبيوتر راني مصايبه خصو غير راه الدري كيمونطي هذا البرقوق. المهم غادي تشوفوه غادي تدخلو وعادي تجبروه في اليوتيوب
وهذا هو الشكل النهائي للخدمه ديالنا. ان شاء الله نتمنى يعجبكم، وانا ان شاء الله عند الحسن الظن ديالكم. انا اللي طلبتها مني هنا كان عند الحسن الظن ديالكم ان شاء الله. يلا هنخمر ان شاء الله يبقى لكم، عرفتي ديروا فيكم في المجمد يبقى لكم شحال ما بغيتوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. بلا ما تقولوا عاد الطوايه ولا الزيوتات لا والو، كيجي ناشف كيجي غبغه. ايوا بالنسبه للمربى هو داك، انا بان ما حطيت لكم راه مازال سخون غتشوفوا جاري، ولكن هذا هو القوام ديالو ملي كيبرد. المربى ديالنا هو هذا المشمش او البرقوق، يعني انا نحطه لكم كي كيكون طايب بحيث ما عنديش كي ندير هذا. المهم اللي برد هو هذا القوام ديالو. يلا نتمنى من الله حبيباتي يعجبكم، نتمنى رضا ديالكم ان شاء الله، ودعونا ما تنساوناش. يلا شكرا.